بيان سور الخدمه يعني لو تيست ديالنا خصنا نديروه وحنا عندنا اون كونيكسيون والا راه ما غاديش يدوز. علاش؟ لان الداتا كتجينا من واحد لا بي اي ولا بي اي حنايا راه ما عندناش اون لوكال. لا بي اي راه كاينه غير في يعني في انترنت وحنا كنكونسوميوها بديك لو ايغيل ديالها اللي حطينا في وسط لو كود. فوالا دونك اللي حطينا في هنايا باستخدام ديال لا بيبليوتيك اكسيوس حطينا سميت لا بي اي. دونك ضروري من لا كونيكسيون باش نجربوا هذا الجزء هذا ديال لو كور. تري بيان. دابا اللي خاصكم تفهموا هو انه هاد الاي بي اي نتوما ان شاء الله مثلا فاش تقراو لارافيل فاش كنبغوا نصاوبوا حنايا بروجي في لارافيل حيت هو كيخدم على البارتي باك اند وكذلك كيمكنني انني نصوب ابليكاسيون دو ا ا زد بلا من يعني نصوب فيها حتى الفرونت اند. لارافيل كيمكنك تصوب ابليكاسيون فيها فرونت اند وباك اند وكتقدر تخدم غير الباك اند. فانا دابا غندوي على هذا الجزء ديال الباك اند. الا خدمتي ابليكاسيون في لارافيل فيها غير باك اند فانت تما كتصاوب غير ا بي اي اللي انت عطيتي الكود كامل تواصلتي مع لا باز دوني وكدير مثلا شي شغل اللي كيعطيك الريزولتا تاع الناس مثلا اللي كيقراو في الجروب 205 كيعطيوك شي روكيت درتي وكيعطيك واحد الريزولتا. داك لو ريزولتا كتقدر انت من بعد انت كيتكونسوم على شكل جيزن كتجيب مثلا الناس اللي كيقراو في الفول ستاك. المهم دير مجموعه ديال لي روكيت بلا ما تكون تبرزطي وبالجزء فرونت اند بلا ما تزوقهم بلا ما تبرزط راسك نتايا تشوف واش طلعوهم على شكل طابلو ولا طلعوهم بشي شكل اخر كل واحد وتصويرته ولا ما برزطيش راسك البارتي فرونت اند. فكذلك الا مشيتي درتي هكذا في لارافيل انك صوبتي ا بي اي هذيك لا بي اي هي اللي غادي تكون دابا بحال هذه اللي حنا خدامين بها. يعني غيكون عندها واحد الويغال سواء كان لوكال ولا كنتي ايفرجيتيها كتقدر دير ابليكاسيون وحده اخرى رياكت كتكونسومي هذيك لا بي اي اللي نتاني صوبتيها. يعني مني يكون عندكم شي بروجي تبغيتو تجربوا انكم تتعاملوا فيه فرونت اند برياكت والباك اند بلارافيل تقدروا تفكروا في هذا الحل انكم تتصوبوا عوض ما تصوبوا ابليكاسيون كومبليت بلارافيل كتصوبوا فقط ا بي اي وديك لا بي اي كتكون ايبرجيا ولا لوكال. المهم كيكون عندها داك لو يغال تاعها غادي تشدو نتا وتحطو في هاد جيت. دابا الا كنتي استخدمتي اي اكسيوس ولا غنشوفوا الطريقه الاخرى اللي غادي نستخدموا فيها فيتش وكتبدا الخدمه ديالك في الجزء فرونس اند. يعني كتهتم بالديكور ديالها كيفاش غادي تطلعها وشكل تيبل ولا ديكارت ولا شنو غادي دير. فوالا المهم ان مول فرونس اند ما تيبقاش مهتم من جاتو الداتا. الداتا صافي تيتكلف بها السيد ديال الباك اند. تري بيان هنا كاتبين لنا في الكود اون بو اوتيليزي ا 5 او ويت وي سي كتبقى الداتا كونسول ما كتغيرش الا صورنا في الاي بي ا. كيفاش ما كيفاش الا صورنا الا دابا قلت لي يمكن لينا شدوا نكريو واحد الاي بي اي ونحطوا فيه الداتا اللي بغينا. اييه ماشي نحطوا داتا دابا كونسول على حساب مول داك السيد اللي صوب هذيك الاي بي اي شنو فيها فهمتي على حسابه هو اش حاط فيها. مثلا انا دابا مجموعه ديال الناس كيصاوبوا واحد الاي بي اي اللي كتجيب لينا غير الاخبار ولا اخبار الماتشات وداك الشيء راه كتكون اكتواليزي. هو راه كيكون عوض مثلا ما صاوب سيت ويب مابرجيه هو مابرجي واحد الاي بي اي وماشي كاع لي زابي اي فابور كاينين لي زابي اي اللي بالفلوس. هو مثلا الناس اللي غيصاوبوا سميتهم لي سيت ديال الاخبار ديال الرياضه ولا اخبار الحروب ولا اخبار بصفه عامه كي اش كيدير هو كيهتم غير لابارتي فرونت اند يديكوري داكشي كيفاش بغى يدير ليه. ولكن في الاصل هو راه كيكونسومي غير واحد لابي اي اللي جايبه ليه الداتا ديال اشنا هما اخر سميتو ماتشات لعبوا اليوم شكون اللاعب اللي خدا الجائزه ديال احسن لاعب كذا. هاد المعلومات بيان سور خصهم يكونوا كيتجددوا فهمتي على حساب لابي اشنا هي. الا كانت مثلا ا بي اي نقولوا حاط فيها معلومات انايا ا بي اي حاط فيها معلومات على صور القران الكريم حاط فيها الديتاي ديال معلومات القران الكريم اللي هو فيكس ما كيتبدلش ا بي اي غتكون عاديه فيكس. تفهمنا هي واحد الداتا هذاك الشيء على حساب فوالا دونك
على حساب اشنو اشنو هي، الا كان كاينه داتا اللي خصها تبقى تتجدد دائما، وكاين داتا اللي تقدر تكون فيكس غنخدموا بها حنايا نفسها. مثلا غندير انا بي اي كتجيب لي غير المعلومات ديال لي كور ديال التكوين المهني، نقدر نصاوبو ونخليها فيكس واحد المده تيكون شونجمون في البروغرام، والسيد اللي صاوب لا بي اي خصو يشونجيها، فهمتي؟ دابا واحد غيكون عنده شونجمون شاك جور واحد. المهم انا كان واحد العدد ديال الستاجير اللي كيصاوبوا هذا النوع، حتى نتوما نقدر ديروا بروجي دو توت فاسون، عطيتكم بروجي اننا غنكونسومو غير ا بي اي ولكن غنخدمو لا بارتي فرونت اند. وبحال الدراري كيديروا كتشوف انت واو واحد السيت ديال الاخبار وهذا كيسحاب لك، ما انت اش دار، وراه ما دار والو الا لقى شي سيرتو الا مشى تلقى شي ا بي اي ولا كيقدر يكونسومي بزاف يكومبيني بيناتهم، كيخدم على لا بارتي فرونت اند. وانت بيان سور الا ما كنتيش عارف لي ديتاي راه ما كتعرفش كاع شنو كي داير ليها. صافي تري بيان. دونك قال لينا هنا اون بو يوتيليزي ا 5 لا شكرا يجب اون بو يوتيليزي ا 5 ويت. بالنسبه لهذه ما عرفتش انا واش درتوها في جافا سكريبت، هذه سي جوست يعني نخدموا بلو مود اسينكرون. مهم حتى الا ما كناش عارفين لو مود اسينكرون بصفه عامه، كلمه اسينكرون هي انك تخدم، راه شرحناها في شي جزء في رياكت، هي اننا كنخدموا اون اغيير بلان، فهمتي؟ يعني شي حاجه كدوز في الخفاء ما تتكونش باينه، او يعني كلشي واقف على قبلها. كاين دابا في الخدمه طرق العمل كاينين جوج، كاين عندنا السينكرون والاسينكرون بصفه عامه، ياك؟ دونك حنا هنايا اسينكرون، حنا دابا الطريقه الاولى خدمنا سينكرون، يعني اش؟ يعني راه لاباج غتبقى كتسنى حتى يوقع العمل الاول اللي هو اننا كنمشيو عند الاي بي اي نقول لها عافاك عطينا الداتا، هي كتعطيها لينا عاد كنكملو لاباج كتافيشا لينا داكشي اللي فيها كله. الطريقه ديال الاسينكرون باستخدام هاد لي دو ميثود ديال جافا سكريبت هادو، فاشنو كيعني؟ الا حطيتي هذيك اسينك في الجزء ديال الداتا كما كتشوفوا تما دار فيوز افكت، الا ديكلاري واحد الكونستون سماها جيت داتا، وهنا عيط لينا على اسينك بعدا، يعني باش يقول باننا بغينا نخدمو في لو مود اسينكرون. وعاد قلنا ليه بان يوزرز هي واحد لا كونستونت اللي غنحطوا فيها لو ريزولتا اللي غيجينا من لا كونسوماسيون ديال لا بي اي اللي كتبنا لو ار ال ديالها باستخدام لا بيبليوتيك ولا ليبريري اكسيوس، ودرنا هذيك اويت حيت اسينك اويت كيخدموا بجوج هنا، يعني خدامين في لو مود اسينكرون. وحنا هاد لو ريزولتا هذا اللي غتعطيه لينا هاد لا بي اي سميناه يوزرز. دونك من بعد درنا سيت يوتيليزاتور وحطيناه في الاوتيليزاتور اللي هي هذاك ستيت اللي صوبنا قبل، حطينا فيها يوزرز بوان داتا فوالا. دونك ابري عيطنا لا ميثود جيت داتا، هاد لا ميثود هادي هي لا ميثود الاسينكرون اللي ديفينيناها قبل في هذيك الكونستانت الاولى، يعني ان الطريقه ديال انه يقع او لا كنطلبوا داتا من واحد الاي بي اي كدوز بطريقه اسينكرون. يعني اش اسينكرون؟ يعني الا كان شي خدمه عندنا في لاباج كدار، هاد الجزء الاول ديال اننا كنطلبوا الداتا ما يوقفش لينا الاعمال الاخرى، كلشي الخدمه الاخرى كدار، هذه كدار في الخفاء، هاد الجزء تاع طلب المعلومات من لاي بي اي غيدوز في الخفاء. فاذا كانت عندنا شي باج شي تصويره خاصها تطلع في لاباج ما عندها علاقه مع لاي بي اي تبان، الا عندنا شي فوتر خصو يبان يبان، عندنا شي هدر ما عنده علاقه مع هاد سميتها مع هذاك، اي حاجه ما عندهاش علاقه مع هاد الشيء تبان. علاش؟ حيت هاد الجزء تيدوز اسينكرون. هذا هو الدور ديال اسينكرون، هو انه امور تدوز في الخفاء وكتعطيك شويه لاباج كتكون خفيفه كتحس بها خفيفه، ماشي جالسه كتسنى في الداتا بلا جات، سورتو الا كانت داتا كثيره ولا عندنا مشكل دو كونيكسيون ولا، يعني بحال اليوزر اللي المستخدم ديال هذاك لاباج ما تيحش بزاف وما كيبقاش ينتظر ان لاباج تبان لي كومبليت، كيكون واحد المجموعه ديال الاجزاء في لاباج كيكونوا تشارجاو، وبعض الاشياء اخرى كتكون كتقدر تسنى هاد الجزء هذا اللي كيدوز في هاد لو مود اسينكرون. فوالا. دونك كما كتلاحظوا تما عطينا حتى لو كود سي اس اس ديال هذيك لا كلاس تشايلد اللي هي ديك الجزء اللي غادي تلون لينا كل يوزر بوحده. دونك حنا ما خديناش في الكود الاول، نقدروا ناخذوه الا خديتوها. فين غنديروا هذيك تشايلد؟ غنهزوها كونتر بوان سي. اشنو قلنا غنديروا؟ غادي نمشيو نديروا الاب بوان سي اس اس، ياك؟ وتما تمشي تاخذ تحط فيه هذا الجزء هذا الكلاس فوالا، ودير له امبورت من بعد فوالا. نشوف
يلا جربوها. دونك تحطوا في app.css حيت ديجا مديفينيا، وكيما درنا امبورت لاي حاجه نديرو امبورت app.css. فوالا، وتعاودوا تيستيو وتشوفوا بان دابا المهم، حيت حنا واخا كنفوتو دابا الجزء ديال السي اس اس، ولكن بصراحه راه خدمتنا هذه حيت خدامين سميتو رياكت يعني فرونت اند، ولكن بغينا نفهموا لو كور ديال رياكت عاد من بعد نقولوا راه حنا اللي مطالبين بكل ما يتعلق بالديزاين سواء السي اس اس ولا اي شكل اخر. فوالا دونك هنايا مثلا ارتئينا ان حطينا في واحد ديف كبيره تلونات بالخضر،